مساء الخير أصدقائي الأعزاء اللي اشتاقت لكم كل شوية. نقول لكم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. صار لي فترة طبعا ما منزل لكم فيديوهات، وبصراحة لأنه مدى نطلع بالسفرات أي مكان بسبب الظروف والحالة الطارئة اللي والوباء اللي انتشر في عموم العالم. قاعدين بالبيت نعزف نغني نسولف ناكل نشرب، نوبات نغسل مواعين، نوبات نطبخ، قاضيها بهالشكل. اوكي، بصراحة اشتاقيت لكم. اليوم عندنا فعالية جديدة بالبيت، انا قعدت بالبيت اليوم. شفنا القضية بعد تطول، ترى شغلة الكورونا ما ناكل ما نطلع ما نشرب، فقررنا نسوي باربيكيو واحنا بالبيت. حضرنا المستلزمات، راح اطلع برا عند حديقة صغيرة على قد الحال، راح نشعل النار ونشوي بها، راح نشوي. ومكانكم بصراحة خالي، كنت أتمنى تكونون معانا حتى تشاركونا بهذه الفعالية. أوكي، تابعونا إن شاء الله اليوم نتغدى سوا. ميت أهلا وسهلا. هذه الاستحضارات عندنا، احنا البطاطا نية تبلناها شوية فلفل أسود وملح، احنا أفخاذ مال الدجاج، هنا القيمة مال الكباب، طبعا لا تخافوا اللحم مو مال خنزير، لحم عجل ومخبوط ويا لحم غنم. اوكي، وهذا البصل، والجايات بعدها ننتظر تفرغ الشاشه وان شاء الله نكملها. هذا المنقل جاهز، خلينا الخشب بيه الاحطاب، راح نشعل النار ونتوكل بالله. بصراحه قبل كم يوم قبل العيد هم سوينا وجبه، فكرت اصورها واعرض لكم اياها، بس قلت رمضان والجماعه صايمين عرفكم، فاخاف احد بيكم يشتهي الكباب والباربيكيو ويصير سبب الى ما يقدر ياكلها. فاستغلينا الوقت، خلاص رمضان اجى العيد، وان شاء الله راح نشعل النار وتفضلوا ويانا على الغداء. النار كان قوي، فاستخدمت قوة النار، خلينا عليه البصل نشوي البصل حتى نستفاد من الحرارة العالية. بس بعد ما يهدى النار يبقى بس الجمر، نخلي عليه الدجاج ونخلي عليه الكباب. كباب، هذا يسموه كباب أورفا. أورفا أحد المدن الأرمنية في أرمينيا الغربية، يتكون من القيمة مال اللحم بين شريحة وشريحة، يكون باذنجان. طبعا بعد ما يستوي طعم الباذنجان ياخذ من طعم اللحم واللي مال الغنم اللي مخلوط به، فطعم نكهته تكون لذيذة جدا. اما الكباب راح يكون بهالشكل، فقط اللحم. اوكي، ونفس القيمة. خلي عنا الغسل. النار نخلي عليه الدجاج واللحم وكل شيء، بعد ما يطفي النار يبقى الجمر. هسه راح ننتظر يستوي، نبقى طبعا نقلب بيها، لازم تكون واقف يمه، ما يصير تبقي على النار. وما نستخدم تهوية بانكة او مروحة او مهفة، تخلي هو براحته يستوي. هذا البطاطا، شوفوا بطاطا المشوية. هسه بعد شوي نكمل، نخلي الطماطة ايضا، الطماطة بالعجل يستوي. فقرة المشاوي هذه احنا ندخلها من ضمن برامجنا السياحية، اكو عوائل يجون يحبوا
الفعالية يحبوها، يتسوقوا اللحوم الخضروات ايش يريدوها ويتسوقوها، واحنا نهيئ لهم يوم خاص نسوي رحلة مشاوي. فهذا خليهم بالكم، اذا الله سهل فتح الطريق وجيتوا الارمينية مع ارارات السياحة قولوا نريد تخصص لنا يوم في احد الجولات ان نسوي مشاوي، واحنا نسوي لكم المشاوي وتدلعوا. الى هنا هذه هذا التحضير اللي كان خاص في المشاوي. اتمنى من الله ان تكون هذه الجائحة اقرب فرصة، واتمنى واتوا الله ان يبعدكم ويبعد كل الخيرين والمخيرين، المهم ندعو للجميع ان يشفيهم شر هذا الوباء. كان معكم هايك دانيال من عرارات السياحة، انتظركم في ارمينيا في اقرب فرصة ان شاء الله. باي باي.